شعور جدا غريب. السلام عليكم شباب، معكم عبدل من جيمينج تايم، وجاب لكم اليوم فيديو بوريكم في لعبة ميهايو اللي هويو فيرس الجديدة، اللي خذوا لعبة هونكاي امباكت وكل شيء تعلموا منها، خذوا لعبة جينشن وكل فلوس والأشياء اللي تعلموها منها وعصروها في لعبة جديدة ولفلوها تلفيل وطلعت لنا اللعبة الجميلة هذه زينلس زون زيرو. الاسم مش يبي زد زد زد، اسهل الاسم له والعالم حقها. اللعبه جدا فخمه، من اعلان واحد شفناه يوضح لنا قد ايش تعلموا جينشن من العابهم اللي قبل، وليش انا واتوقع كثير منكم راح يتحمس للعبه الجايه. بنشوف العرض باذن الله مع بعض، اللي متحمس وبيكم تتحمسوا معي نوعا ما، وبوريكم بعدين الموقع الرسمي حقهم وشلون بديكم تسجلون عشان تجيكم فرصه تجربون اللعبه قبل الناس الثانيين. حلو، خلينا نبدا. وقبل لا نطب وشغل الفيديو، ودي اقول كم من حاجه من القلب لكم. شكرا عشان اقولها، شكرا لكل واحد قال كلمه حلوه، بادر مبادره طيبه، تشافى وحاته وشيك. كميه الطيبه واللطافه اللي شفتها منكم دوب قلب مصنوع من حجر. الله يجزاكم الف خير، قسم بالله اني محظوظ فيكم، والله العظيم اني محظوظ فيكم مساكين. اتمنى كل واحد من الناس اذا صار له حاجه يمدي نحط في الموقف والنعمه اللي ربي اعطاني اياها عشان يحس بالشعور الجميل هذا. الله يجزاكم الف خير. انا يعني ما ادري ايش اقدر اسوي عشان اشكر على الشيء هذا. بحاول ارجع لفيديوهاتنا من اليوم وطالع باذن الله، نرجع لنظام فيديوهاتنا القديمه ونظام بثوثنا اليوميه. عندنا اليوم فيديو، بكره فيديو، اليوم عندنا بث من الساعه 8 للساعه 11، بنسولف عن اللعبه وعن اشياء واجد ونرجع جدولنا القديم. لا تحتون، انا بخير، الاهل في حاله احسن مما كانوا عليه من اول، وباذن الله بنعمه رب العالمين وموجود ناس مثلكم في العالم، ان شاء الله كل الناس بخير باذن الله. حلو، ما ودي نلعب بالعواطف واجد، خلينا نطب ونبدا. طيب بسم الله، يا طبعا طفيت جنشن في الخلفيه، بحاول ما اوقف واجد في وسط العرض. اجين بحط اللينك حق العرض تحت، يمديكم تشوفون على رواق، وبحط اللينك حق الصفحه الرئيسيه. العرض من نظره اولى راح يمديك تشوف كيف تعلموا اشياء مهوله من جنشن بالذات ودمجوها مع اشياء من هونكاي امباكت وطلعت لنا اللعبه ذي. وبتكلم نهايه العرض ليش ذي، في احتمال تحط اسواق الجيمنج على الجوال بشكل غير طبيعي. هنبدا. طبعا هذه بايمون حقتهم الجديده المعلوميه. اتمنى مو نفس الصوت، اتمنى. يعطيني الفايب حق بيرسونا اللي فيكم، عارف بيرسونا؟ نظرة بسيطة عنها، أتوقع ذي الشخصية الرئيسية، البنت والولد في شخصية، أيوه هذا البنت والولد أتوقع. والعالم في المستقبل طبعًا. اللي على اليسار أتوقع بيكون شخصيتي المفضلة، عشان بقول لكم الحين، والدبدوب ذاك المزاح لأنه دبدوب. أبيك تشوف كمية ال 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 الكاركتر اللي حطوها في الكاركترات، شلون يمديك تعرف ماضي الكاركتر شخصيتها ليش خجول ولا جريء ولا جاد من نظر بسيطه ومن نظام الضربات حقتها. الانيميشن حقهم تعبوا عليه بعد. فخامه غير طبيعيه حرفيا. اجين في احتمال ذا شخصيتي المفضله المعلومه. فل كونستريشن المعلوميه سي 6 حرفيا. ناس واجد يحبون الشخصيه ذي وناس واجد يحبون الشخصيه ذي. اكيد في اشياء مربوطه بانمي غريبه بالنسبه لي بس الناس يحبونها، بس يعني ما لي منها. هذا ولدنا، هذا ولدنا، اي اي ولدنا ولدنا. الانيميشن حقهم هم جيدين في جنشن، لما تشوف ضرباتهم في الالتمت وغيره الفرق واضح. ليفل ثاني من الانيميشن. يجيبوا لك شخصيات وكل واحد والله حقته ينضرب ضربات وخربطه. اجين بتشوف ذول كلهم بيجونا في اللعبه ونطقطق عليه. لاحظ كيف كل شخصيه انك تعرف نوع الشخصيه ولا شخصيتها من الانيميشن ضرباتها. ابداع، ابدعوا في الشيء ذا. سامي الاخير شو عنده؟ ابي اروح حق انكا، ابي اروح هناك مع جونجلي، يمدي اجيب جونجلي، ابي اجيب جونجلي في العالم، جونجلي بس بجيبه معاي وايتو ونول، وبجيب شخصية الرابعة من العالم حقهم اللي بمسدسات ذاك. طبعا هذا اسم اللعبة حلو؟ زينلس زون زيرو، واسم العالم اللي فيه اللعبه نيو ايريدو. اجين يمكن يتغير بعدين بس هذا الاسم الحالي حقها. اتوقع كثير منكم شاف العرض وبده يشوفه مره ثانيه. اجين اللينك حقه بيكون في الديسكربشن اذا بتشوفوا نهايه الفيديو.
يمكن بعض الناس يطلعون يقول رحمن انا شفت عروض مثل ذي من قبل وعادي احس انه مو متحمس الف. اللي شفناه يوريك الاشياء اللي تمكنت منها ميهوي واللي تعلمت عليها وتمرست عليها خلال السنتين اللي فاتوا هذه شلون جسدوها في لعبتهم الجديده. احد الاشياء اللي خلت جنشن اللعبه الاولى عالميا على الجوالات شلون ياخذون لك شخصيه يعطونها انيميشن فخم كلش يعطونها شخصيه للشخصيه اللي فيها معناها توريك شلون هي جاده مرحه تضحك تمزح خجوله يبين من نظام اللعب حقها حتى من نظام الضرب حقها اللي فيكم يلعب جنشن بيحس بالشيء ذا على حسب الشخصية ونظام الضرب حقه مديك تحس أو تتوقع شنو شخصيته. ذا خوينا اللي عمره 60,000 مليون سنة خلينا نرجع صوت اللعبة. سوري. أوه نو هذا قتلته بالدقيقة. ذا الشيء موجود عندنا في جنشن، في جنشن كل شخصية في نظام اللعب فيها ضربات الأوتو أتاك حقتها يمديك نوعا ما تستنبط جزء من شخصيتها من الشيء ذا. يعني جونغلي حتى اللي ما يعرف القصة حقتها يحس إنه له وجود فخم في العالم بمجرد يشوف ضربات الاوتوتاك حقينا، ضربات الالتمت حقتها، ضربات الشيلد حقتها، كلها يبينون لنا او ذي الشخصيه لها مستوى معين من طريقه الكلام حقتها ولا من طريقه الضرب ولا طريقه حتى الحركه حقتها. ذا شيء موجود في اللعبه عندنا، ياميكو الشخصيه اللي بدون ما تجيب العيد تستفز الناس تحاول تجننهم تلعوزهم تخرفنهم خلنا نقول يبين ذا الشيء في نظام القتال حقه في نظام حركاته في ضرباته قاعده تتمخطر تتحرك ضربات الاوتو تاك حقتها تبين لك وتعكس لك نفس الميزه هذه. ذا الشيء اوريدي موجود عندنا في اللعبه خذوه واضافوا عليه 70,000 ليفل في لعبتهم الجديده. ذا الشيء بالضبط الشيء هذا اللي يخلي كل واحد فيكم عنده شخصيه ولا ثنتين ولا ثلاثه يحب نظامه حركته ولا شيء وجوده في العالم غريب حتى لو الدمج حقه مو بعالي بس يحب الشخصيه نفسها لان ميهويو هويوفرس نجحوا في تجسيد الفكره هذه انه يمديك شخصيه معينه مو مجرد بس مجسم يتحرك دميه لاكثر ولا اقل، اعطوها عواطف مشاعر يبين الشيء ذا للاعب وهو قاعد يلعب في العالم، وذا اللي خلى رابط غريب مو بسبب المعلوميه ذا تصير معاه اشياء غريبه واجد وناس يحب كوره لاعب كره قدم ممثل نفس الشيء ذا بس حطوه في انمي حطوه في شخصيه خياليه موجوده قدامك، هذا الابداع اللي سووه ميهويو، وعشان كذا تشوفون كثير من الناس عندهم عشق مهول لشخصيات معينه وليش واحد اذا حب شخصيه ما يحب احد يغلط عليها يقوم الطق والمطاقق ولا تغلط على شخصيتي عشان كذا كذلك في ناس كذا عندهم جروبات فان كلب حق تشاو حق غاني وحق مدري مين حق كل شخصيه لها ناس تعشقها وتحبها حتى الشخصيات اللي دي بيس حقها قليل كيتشينج في سيرفر كامل اكبر سيرفر امريكي في الديسكورد اسمه كيتشينج مينز لانه يحبون كيتشينج البداية حقتهم كانوا يحاولون يمكنونها لأن يعشقون الشخصية وجودها في العالم. هذه علامة من علامات النجاح الأليمة اللي خلت جنشن تكون المركز الأول عالميا على ألعاب الجوالات كلها. ذا خذوه ودمجوه مع العالم ولا نظام القتال حق هونكاي امباكت اللي يكون حماسي أكثر ولفلوا 70 الليفل شفنا اللي قدامنا هذا. من الأرض نفسه يمديك تعرف كل شخصية لاحظوا يمكن ساعة ما كانت واضحة وين دي. بحاول أوريكم إياها إذا أمكن. في واحدة فيهم كذا واضحة ألف اللقطة فيها إذا ما بغلطان لا هنا ولا لا ورا ورا أيوه ذي اللقطة حلو ذي الحالة شوف تعرف من اللقطة هذه تعرف شخصية الشخصية هذه وش حق وجودها في العالم غريب وش وضعها بالضبط ذا إبداع غير طبيعي وذا اللي يخليني أتحمس واجد على اللعبة أنا داري شوي أنا بعد أنا متأكد 100% كثير منكم وأنا حاقد الله حق نوعا ما أن المبالغ اللي قاعدة تنصرف في اللعبة واللي تكون مبالغ ضخمة مهولة في اللعبة مو بقاعدة تنصرف كلها في تطوير اللعبة ذا منطقي من جهة الشركة مو منطقي بالنسبة لنا احنا اذا انا صرفت في جنشن طور لي جنشن لا تطور لي لعبة ثانية انا افهم الشعور ذا بس كذلك ما اقدر اقول مو متحمس لما اشوف العب زي كذا لما نشوف المبلغ اللي انصرف صدق ما انصرف في اللعبة ولا اتمنى ينصرف في اللعبة بس انصرف في منتج قد يكون شيء ثاني طقطق فيه لما اكون زهقان من جنشن شيء جدا جميل انا بحط اللينك اللي فيكم بيسجل وجرب حظه يمكن يلعب قبل الناس الثانيين يلعبون بحط اللينك حق الصفحه هذه في الديسكربشن تحت ادخل اضغط اللينك هذا وحسوي لك زي الاستبيان عب خربطه اذا ما تعرفش تعبي وحط الايميل حقك والباسورد الاخير وضعك تمام باذن الله حلو الان اللي فيكم بيحضر معنا البث اليوم بندخل بنسولف عن اللعبه بنسولف عن تفاصيل كثيره وبيكون نظام نوعا ما نرجع لجدولنا القديم اللينك حق تويتش في الديسكربشن من الساعه 8 ل 11 يوميا باستثناء الخميس والجمعه اذا حد من ربعك تبي تحمسه وتهايط انك يعني شفت الاعلان قبل والعرض سوي اللينك الفيديو راح تساعده وتساعدني ويرجع لك الخير اضعاف مضاعفه بعد قلبي شكرا 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 بشكل غير طبيعي للمعامله الطيبه والمبادره الطيبه والخلق العالي اللي شفته من كثير منكم واوعدكم اذا انا بحاول اعوضكم قدام على الفيديوهات الجاية والمحتوى القادم بإذن الله ما نشون عوضكم باللطافة بس بحاول قد ما أقدر أشوفكم مرة جاية باي